على كل لنسأل ضيفنا عما يدور في أسواق العملات. معي من دبي السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا. جانيت يالن بتقول أنه توقعات التضخم أن يبقى سبديود، يعني ليس بمستويات مرتفعة على الرغم من خطة التحفيز. هذا على الرغم من أنه كل العالم يتحدث عن التضخم، عائدات سندات الخزانة الأمريكية على ارتفاع عند أعلى مستوى ب 13 شهر، اليوم عند 1.62% عائد العشر سنوات، والدولار على ارتفاع. فبالتالي ما وجهة نظركم تجاه الفيدرالي؟ ما الذي ممكن أن يقوله باجتماع اللي بيبدأ غدا؟ طبعا نحن ننتظر هذا الاجتماع بشكل دقيق جدا. أعتقد الأسباب التي تدفع يلين أو صناع السياسة المالية، لأنه يلين هي سلمة وزارة الخزانة المالية، أعتقد يعني مصبها على أن التضخم لن يرتفع بشكل حاد ما لم يكن هناك بوادر حقيقية للتعافي الاقتصادي. بمعنى آخر، أن التعافي الذي يحدث حاليا هو ليس صلبا أو أرضية صلبة لتحقيق ارتفاعات حادة أو قوية في مستويات التضخم، لأنه عندما يرتفع التضخم هذا يعني أن هناك يوجد سياسة مرنة وسهلة جدا، يعني أكثر من المطلوب في الأسواق. ولكن ما نراه فعليا هو صحيح أسواق الأسهم تبالغ بالارتفاعات الحادة التي شاهدناها في الآونة الأخيرة، وتحاول أن تترجم أن هناك نوع من الارتفاعات الحادة في التضخم، ولكن ذلك لا ينعكس على مبيعات التجزئة، لا ينعكس على قراءات التضخم الرئيسية بمؤشريه العام والكور أو الأساسي، كلاهما لا يعبران حتى الآن عن ارتفاعات قوية في مستويات التضخم، على الرغم من أنه نحتفل حالياً بحوالي مرور عام على العناوين التي يعني تصدرتها كل الصحف، وهي آمال اللقاح وآمال التحفيز. آمال اللقاح وآمال التحفيز تعمل حالياً، عندنا حزمتين تم تمريرهم، ولا يزال هناك التضخم منخفض نسبياً على الرغم من التحفيز القوي جداً. ما هي وجهة نظركم رائد على العملات الرئيسية؟ لأنه كنا سابقا نقول الاستمرار الفيدرالي بالسياسة التيسيرية رح يضغط على الدولار، اليوم عدنا إلى قصة مختلفة تماما، يعني هي الضغوط التضخمية لا تعود وتؤدي إلى خشية من رفع الفوائد بفترة، ربما بعد فترة، وبالتالي عم نرجع نشوف الدولار على ارتفاع. فبالتالي ما رأيكم بالنسبة لتوجهات الدولار؟ يعني أعتقد أن الدولار الأمريكي حتى الآن سيبقى مستقر عند هذه المستويات، ومرشح لبعض الارتفاعات في الآونة القادمة، لأنه لن يكتفي بأن يكون هذه هي الحزمة التحفيزية الوحيدة التي تم تمريرها. بالتالي ذلك سيضع ضغط على معظم العملات الأخرى التي تخضع أمامه، وبالتالي ننتظر مزيد من التطمينات والتحفيزات على لسان الفيدرال الأمريكي كصناعة سياسة نقدية خلال تعاملات هذا الأسبوع. ممكن يكون عندنا حديث واضح بأنه ما هي المقاييس التي ينظر إليها الفيدرال الأمريكي في الفترة القادمة، هل ممكن أن يكون هناك يعني تحرير بعض الشيء لمستويات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة، وبالتالي لا يوجد قلق من أن يكون هناك ارتفاعات في مستويات التضخم حتى لو كان هناك توسع في التحفيز، وبالتالي ذلك يتم ترجمته على مزيد من الانخفاض في الدولار الأمريكي في الفترة القادمة. لكن إذا ما تم التمسك بالسياسة كما هي دون أي تعديلات، ودون أن يكون هناك ذكر من قبل الفيدرالي الأمريكي أن مستويات تضخم أعلى قد تكون مستهدفة في الآونة القادمة بغرض تحفيز الاقتصاد بالشكل المطلوب، أعتقد ذلك سيؤثر سلباً على أداء الدولار الأمريكي، أو عفواً إيجاباً على أداء الدولار الأمريكي بالارتفاع أمام معظم الضرائب، وذلك سيضغط نوعاً ما على مكاسب أسواق الأسهم في الفترة القادمة، لأن هناك قلق من أن الفيدرال الأمريكي سوف لن يسرف في تيسير السياسة النقدية في الفترة القادمة. ممكن نشوف اليورو بعض الشيء على تراجع أمام الدولار الأمريكي في خلال تعاملات الأسبوع القادم، والجنيه الإسترليني أعتقد سيبقى متماسك. شكراً جزيلاً لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث بإكويتي جروب، أهلاً بك. شكراً لك.